مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين. يعني منذ قليل كان هناك احتفالية وتوقيع بروتوكول تعاون بين مصر وجمهورية الصين الشعبية خاصة في مجال التعليم. هذا البروتوكول وهذا التعاون تكلل بإنشاء أول جامعة مصرية صينية موجودة في القاهرة، وثم سيتبع إنشاء العديد من الجامعات في مختلف المحافظات المصرية. بيسعدني ويشرفني أن يكون معي سيادة النائب هشام الشاطوري عضو مجلس النواب، وأيضا يسعدني أن يكون معي دكتورة كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية. برحب بحضرتك يا فندم، وأستأذن حضرتك لو أبدأ بداية بدكتورة كريمة. دكتورة حضرتك، أهمية إنشاء هذه الجامعة وهي أول جامعة مصرية صينية في مصر، إيه وجه الاستفادة اللي هتعود على مصر من إنشاء هذه الجامعة؟ هي الجامعة دي يمكن هي عشان أول جامعة مصرية صينية عملتها الصين، مش لينا بس، هي ما عملتش قبل كده جامعات ليها بره. هي نفسها كانت الصين محتاجة ليها، وإحنا محتاجين لها. إحنا محتاجين لها عشان نقدر ناخد التكنولوجيا العالية بتاعتها والعلم واللي ارتفعوا بيه، وفي نفس الوقت هم محتاجين ينتشروا ويتواجدوا هنا. فكان من المنطلق دوت أنا حاولت إن أنا أخد أكتر حاجة أقدر أستفيد منها وبلدي تستفيد منها. فكان بعد ما بحثت ودرست الجامعات اللي هناك أنا والخبراء اللي معانا، قدرنا نشوف إيه اللي مصر محتاجاه، وبدأنا نفكر في جامعة مختلفة، جامعة تكنولوجية، جامعة قايمة على الناحية العملية أكتر من ناحية النظرية، جامعة تطلع من عندي المنتج أو الطالب اللي يخرج من عندي يدخل على سوق العمل على طول إن شاء الله، ويقدر يؤدي رفعة لبلده. طالب لازم يدخل في بحث علمي ويساعد ونديله الإمكانيات اللي تساعد قدراته عشان يدينا في البحث العلمي تطور، وهو كل ما ابننا هو اللي يشتغل ويطلع طبعا هينتج إنتاج جيد، وهيبقى بحيث إن احنا نخرج من الضيق اللي احنا موجودين فيه الآن ونلاقي بلدنا طلعت وإن شاء الله دايما هتطلع بإذن الله إن شاء الله. طب يا فندم، جمهورية الصين من أكثر الدول تقدما في التعليم، سواء التعليم الأساسي أم التعليم الجامعي. الجامعة ايه هي الاقسام اللي هتقدمها فندم، والخريجين هيبقوا خريجين باقسام ايه؟ واحنا عندنا مقدمين للوزاره 16 كليه، بس انا كان فكرتي في الاول ان احنا ننتشر في جميع المحافظات، كل كليه تبعا للاحتياج اللي فيها سواء خدمي او صناعي او زراعي، لكن طبعا قوانين البلد بتقول الجامعه تبدا تتعمل في مكان واحد، وان كان الحمد لله الوقت ابتدوا يعملوا في ليها فروع في اماكن اخرى، لان احنا مش عايزين نتمركز في احنا عايزين كل جزء من بلدنا من اخر الصعيد لغايه اول بحري يبقى فيه جزء من الجامعه الصينيه بيخدم التخصص اللي محتاجاه المكان دوت فيه. يعني احنا فكرنا لما عملنا الخريطه دي، طبعا مش انا اللي عملتها، مجموعه كبيره من الباحثين في التخصصات المختلفه عشان يفيدوا جميع الاماكن او المحافظات في مصر. كل محافظه محتاجه حاجه، قلنا نعمل جنب كل محافظه. اقول مثلا يعني مثلا قلنا مثلا لو كلية مثلا هندسة نسيج قلنا نعملها في المحلة الكبرى، نبدأ ندي نعمل مركز تدريب لعمال النسيج اللي موجودين، في نفس الوقت مركز أبحاث يطور صناعة النسيج في المكان، في نفس الوقت الطلبة بتوعنا بيشتغلوا في المصانع دي وبيتدربوا وبيدرسوا وقد ينتجوا. وعايزه اقول لك على فكرتي بالنسبه للزراعه، واتمنى ان انا ربنا يديني يعني عمر عشان اعملها. انا نفسي اعمل كليتين زراعه يكونوا موجودين في اماكن اللي احنا حددناها على الخريطه اللي هي الصحراء الغربيه وسيناء وارض سيناء. وفي الجامعات دي طبعا انتوا عارفين كلنا ان جامعه عين شمس وجامعه القاهره في الزراعه، ما حد يعني على الاقل الطلبه ودول من غير مصاريف، فاحنا برضو هنعمل كليتنا ديت من غير مصاريف، بس مش هناخد فيها طلبه من القاهره ولا من المحافظات، هناخد من القرى فقط، من قرى الصعيد ومن قرى بحري. الطلبه دول هنعلمهم وهنعمل لهم مكان اقامه وهنعمل لهم كله بدون اي رسوم، وبالعكس هم هيشتغلوا معانا وهم بيتعلموا، وهيشتغلوا بعد ما يتخرجوا وهياخدوا مقابل كمان للشغل بتاعهم ان شاء الله. ان شاء الله مجهود عظيم يا فندم، حضرتك تشكروا عليه، والساده الافاضل المشتركين مع حضرتك يشكروا على هذا المجهود. سياده النائب هشام الشاطوري وحضرتك ابن سوهاج،
الجامعة هتبدأ هنا في القاهرة، وهيبقى ليها فروع في سوهاج وبعض المدن، سواء سيناء أو بعض مدن الصعيد. أهمية يا فندم إنشاء هذه الجامعات بالتعاون مع الدولة. دي حاجة يعني يمكن حضور اليوم يعني هذا اللقاء بتاعي عشان أنا يعني أندمج معاهم وأشوف إن إحنا لازم يفتحوا في الصعيد، مش كل حاجة القاهرة. يعني برضه الصعيد هو المحتاج للدفعة في التعليم ودفعة في كل حاجة، فبدايتنا نبدأ بالتعليم يعني بالدفعة بس يا فندم. تمام. طيب حضرتك فندم كعضو مجلس النواب، مشاكل التعليم في الصعيد كتير جدا، ايه اللي حضرتك تقدر فندم تقدمه لحل مشاكل او كجزء حل جزء من مشاكل الصعيد تحت قبة البرلمان؟ والله المشكلة يا باشا برضه يعني في التعليم برضه، يعني برضه المفروض يعني وزارة المالية تعمل درجات، في عجز في المدرسين، في نقص في المدرسين في محافظة سوهاج يعني بما المجالات، وحصلت برضه موضوع الأيام اللي احنا بنتكلم عن التعليم، وبرضه ناشد رئيس الوزراء ورئيس التعليم كان في 500 شخص من سوهاج فصلوا عشان لم يحصلوا على الدبلومة. ده يقول لك قانون ازاي النهارده الشخص التعليم احنا بنقوله عايزين نمو في التعليم، ما ده جاهز مع سيادتك، ده عنده 5 سنين، ده ليه معين ليه 5 سنين و6 سنين، ما حصلش على الدبلومه، في ناس حصلت على الدبلومه بعد ما اتفصلت. فاحنا برضه عايز نظره التعليم في كل حاجه، مش في الاساس ولا في المدرسه انها تبقى مبنيه جديد، لا في الكفاءه المواد البشريه. فاحنا يعني نجاحنا هو نجاحنا ورقي البلد هو من التعليم، اي رقي بلد يا باشا في تعليمها العالي. طب سيادة النائب، الجامعات الخاصة بشراكة مع الحكومة بشراكة مع الدولة، هل ليها تأثير في الصعيد ولا حضرتك يا فندم شايف إن الجامعات الحكومية هي أفضل من الجامعات الخاصة؟ لا انا بص، انا يعني المفروض يعني ان احنا نعمل شراكه زي ما بنقول مع الجامعات العامه بتاعتنا. النهارده الطب يعني النهارده انا عندي كليه الطب اللي بتاخد مثلا جزء صغير ده اللي بتاخده، طب ليه انا ما افتحش كليه طب تاني في نفس الجامعه الخاصه؟ بنفس عندك انت الاليات وعندك كل حاجه، ليه النهارده لما ندخل داخل النهارده يعني الجامعه الخاصه بتاخد مبلغ مثلا مبلغ معين في المعين، فليه ان انا ما اعملش جزء اوفر شويه واعمل في التعليم. انا مشجع هذا الكلام كجزء حتى يعني نخف الضغط على جامعه القاهره وجامعه عين شمس والجامعات التانيه دي. واحنا مش بنضرب الجامعات الخاصه، جامعه خاصه واللي عايز يروح جامعات خاصه ما بيروح، ما حدش مفتوح، بس انت اعمل يعني في طفل اعمل فروع ان في الجامعات العامه ان مثلا في واحد برضه نقص درجه وبرضه ظروفه مش على كده فما هيخش طب، احنا نعمل احنا مش عايزين نقول نعملوها تجاره مثلا في الجامعات الخاصه، لا النهارده بمبلغ بسيط وليست مبلغ نص المبالغ اللي بتدفع بتبقى لحالات مخصصه، ياخد مثلا 50 فرد 20 فرد 100 فرد، يعني حياته تبقى مخصصه في كل جامعه، وكده بيدخل دخل الجامعه وهيحافظ على الدخل ده، بيخش هيحافظ على المكان نفسه اكيد، وخاصه ان بقت اسعار الجامعات الخاصه بقت مرتفعه جدا ما بس الجامعات الخاصه مرتفعه ليها ناسها. احنا بنحكي دلوقتي عايزين نشوف حاجه في الجامعات العامه للمتوسط الدخل، طب جاي العالي المتوسط ده هيودي الجامعات الخاصه المتوسط الداخل. احنا لو عملنا في كل جامعه خصصنا حاجه خاصه فيها، مش لازم احنا العام مثلا بتاخد 100 شخص، لا الخاص ده ياخد 30 بس بمبلغ بسيط، فهتلاقي في قبول عليه، ان احنا ما نقولش ان واخد 50% يخش الطب، لا احنا ناقص درجه نص درجه ما اطلع من واحد بهدل، لا ما يخش بفلوس كده كده بدخل دخل الجامعه. أكيد. نشكرك سيادة النائب، شكرا جزيلا لحضرتك فهم، شكرا جزيلا. ودي كانت احتفالية خاصة بتوقيع بروتوكول إنشاء أول جامعة مصرية صينية على الأراضي المصرية بمختلف التخصصات وامتدادا في مختلف المحافظات والقرى المصرية للارتقاء بمنظومة التعليم. أشكركم وإلى اللقاء.